السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف ندخل في قواعد قابلية القسمة. عندنا هنا رسمة الجدول الضرب في 5، كل مضاعفات 5 وحدها 0 أو 5. فمثلا تكون بهذه الطريقة بين 0 و5، عندنا 5 0 5 جدول مضاعفات 5، طبعا هنا 5. كذلك مثلا عندنا هنا تكون 0 و6 0 و4، 4 و8 8 و4، وهنا أيضا 6، فتكون لأحاد 4 8 2 6 0 4. فالإجابة هي 204، 124، وأيضا 244. أكمل هذه الجملة. 45 ضرب 6 تعطينا 90 ضرب 8 يساوي 100 720. عندنا 35 ضرب 8 140 يساوي 280. كذلك عندنا هنا 13 ضرب 17 يساوي 136، زائد 68 زائد 17 يساوي 221. كذلك عندنا هنا 68 ضرب 17 يساوي 70، زائد 17 ناقص 2 ضرب 17 يساوي 100 1119، ناقص 34 يساوي 1156. 1156. كذلك عندنا هنا تساوي هذا العدد تساوي 288 ضرب 3 يساوي 864. 864. اكتشف العدد الذي يمكن قسمه إلى 7 ويكون الباقي 1. طبعا هنا في القسمة عندنا الإجابة 58. عندنا تبادل الأدوار مع زميلك باستخدام الجوار، 4 أرقام وتستخدم فيها في تكوين عدد من الآحاد وعشرات ومئات، نقسمها على الآحاد. الآحاد اللي نقسمها 5، عندنا هنا 104. فنقوم بالقسمة 104، وهنا 9، تعطينا 50 ناقص 54 ناقص 50 تساوي 4، فهنا يكون الباقي 4. نكتب 20 والباقي 4. طبعا نكمل الباقي بنفس الطريقة.
عندنا مثال على ذلك 100، طبعا نستخدم هذه الأعداد 138 ضرب 72 يعطينا 4304 ضرب 9. كذلك عندنا هنا 847 ضرب 34 4114 في 7. هنا أيضا نكتب بنفس الأرقام، عندنا مضاعفات العشرة. كذا انتهينا من هذا الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس. قبل أن ننتهي نقوم بحل مثال واحد من هذه الصفحة. عندنا 781 تقسيم 8 97، عندنا هنا تقسيم 7 111، هنا تقسيم 6 130، هنا تقسيم 9 عندنا 78. بكذا انتهينا. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة، كذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو، وشكرا لكم.